السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنصور كده مع بعض عند الحمام. طبعا بقالي فترة ما صورتش ولا نزلت، والناس اللي زعلانة بتقول لي شيماء ليه ما عندوش بتنزل فيديوهات حمام. النهاردة يا جماعة بقى هنصور معاكم. يمكن اللي احنا هنعمله هنعمل حاجة بسيطة جدا بس في نفس الوقت مفيدة جدا للحمام، خصوصا في فصل الصيف. نقول بسم الله ونحط لايكات كتير للفيديو، ويلا بينا كده نشوف النهاردة هنعمل ايه. النهاردة اصلا جايين علشان ننضف الحمام، في صفايح عايزة تتنضف ليها وفي صفايح يعني لسه نضيفة شوية، فاللي هو مش نضيف هنشيله وكده. هنا بقى يعني ما شاء الله، يعني لما طلعت كده لقيت بسم الله ما شاء الله، يعني لقيت في ولد كتير هنا. طبعا كان فيه قبل كده دفعة وذبحنا منها شيء طبعا، وكان في شيء بعناه. وهنا ما شاء الله في دورة جديدة طالعة لسه اهيت، هنا بقى اهيت لسه بقى برضه. هي تقريبا الحمامة ديت، الحمامة ديت تقريبا زغلولة، ده شكلها كده زغلولة. هو كان في جزء كتير بس كانه طلع اهوت، انا اصلا ما كنتش عايزه همسكه علشان ان شاء الله ايه، ما كنتش عايزه اطلع حمام، لان اصلا يا جماعه يعني ان شاء الله انا اصلا ما كنتش هطلع حمام خالص خالص، لان زي ما انتم عارفين العلف غلي بطريقه فظيعه جدا. فانا اصلا زي ما قلت لكم انا باكل حمام بالطاقة، يا دوبك حطيت لهم شويه العلف نسفيهم يعني كلوهم ما شاء الله ما سابوش حاجه. فحتى الغلة اللي كانت يعني سعرها حنين شوية، وبقينا نقول الغلة حلوة، وصل فيها كيلو 17 جنيه، فاحنا مش عارفين. فان شاء الله اصلا اي حاجة تيجي ما عندش هطلق خالص، لان في هناك كمية في المزرعة، هناك يعني في كمية حمام وهنا كمية، فيعتبر اصلا العدد ما شاء الله كبير. فحاول ان انا اضم الكمية اللي هناك على هنا واجمعهم كلهم مع بعض بقى علشان يبقى كله في مكان واحد. بعد كده باذن الله ما عندتش اصلا هطلق حمام. وكمان اصلا المشكله ان اللي كان في الاول كان كان ممكن جوز الحمام كان بيتباع مثلا ب 100 110 120، النهارده اصلا على غلو العلف الجوز ب 90 جنيه، يعني يعتبر اصلا الموضوع يعتبر مش جايب هم. فبنحاول بقى على قد ما نقدر بقى، يعني ربنا يتولانا وخلصي. فاحنا مش عايزين ندوكوا طاقة سلبية يا جماعة، بس اللي انا ايه يعني اللي احنا عايشينه هو اللي احنا بنقوله بس مش اكتر يعني. فتعالوا بقى كده يلا نشوفوا اللي هنا طالع ايه. هنا ما شاء الله طالع جوز اهو بس لسه صغير، هنا ما شاء الله يعني برضو لسه صغير. هو اصلا كنت طالع النهارده على اساس ان انا يعني قلت لو لقيت حاجة هجيبها اذبحها، بس اللي لقيته جوز واحد بس، اللي لقيته جوز كبير هنا، فالجوز مش هينفع. فاحنا عايزين يعني كام جوز كده مع بعض. فهنا ما شاء الله كله يعني الدفعه اللي طالعه صغيره اهو، حتى لسه فيه ما شاء الله. فهي دوبك اهو جوز واحد اهوت. ده اللي انا لقيته. طيب لان انا مش عايزه اطيره اصلا، هذبحه كده وعينه على ما ما شاء الله يعني يجي كمان كام جوز كده عليهم، او هروح اشوف هناك في المكان اللي غادي لو لقيت حاجه برضه هجيبها. هنا في ثلاث بطاطا اهمت اهو، انا بسم الله ما شاء الله بس ساقعين مش عارفه مش نايم عليهم ليه. استنى اشوف كده ساقعين خالص مش عارفه ليه، قامت وسابتهم ليه بقى. مش عارفه هما ساقعين مش نايم عليهم. فدول اصلا كده طالما هي مش نايم عليهم يعتبر كده باظ. هشيله بقى، نشيلهم عشان نفضلها المكان. فهو اصلا المفروض كنت يعني ايه لو كانوا دافيانين شويه كنت ممكن حطيت تحت كل حمامه بيضه، بس المشكله هما ساقعين مش عارفه هي قايمه عليهم من امتى يعني، ولا هي باظوا ولا ايه الحكايه. بصوا بقى النهارده جايب لهم ايه، جايب لهم خل. قبل ما انزل كده احط لهم شويه خل، لان الخل ده مهم جدا، لان انتوا عارفين طبعا احنا داخلين يا جماعه على الجو حر وكده،
داخلين على الصيف، فالمفروض الخل دوت حاجه اساسيه ما ننساهاش. الخل مضاد بكتيري ومضاد فيروس، ويعتبر مطهر معاه في نفس الوقت.